السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله وصبحكم الله بالبشائر. أبشركم بشارة، أقول بشر الله يبشركم بالخير. أبشركم 9 من شباب النصارى أعلنوا الدخول في الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل. الله أكبر، استمتعوا بهذا المنظر. شاهد الله أكبر، اللهم لك الحمد يا أحبابي. والله فضل من الله، انتشار للإسلام في كل مكان، في الشرق والغرب يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا دين الله، الدين الحق الواضح البين. الآن علماء من النصارى ودعاة من النصارى ومن اليهود يدخلون في دين الله. الله أكبر، وفضل من الله عز وجل. والله ما عمري سمعت شيخ أو داعية مسلم تنصر. هذا من فضل الله عز وجل، هذا الدليل على أن ديننا هو الدين الحق. قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره. يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شبابنا فيهم خير، شاب من الشباب كان عندنا هنا ما يصل بعيد عن الله، طائع، ذهب إلى أوروبا. المهم هناك دعوه النصارى لأن يتنصر، وقالوا له نزوجك ونوظفك وش تبغى بس. المهم هذا الشاب قال: يا عيال الذين، والله أنا ما كنت أصلي وبعيد عن الله، لكن والله من بكرة راح أدخل المسجد وراح أصلي وراح ألتزم بهذا الدين. واستقام وتاب بسبب هذا الموقف وحج من هناك. هنا كان موجود ما حج، لكن من هناك التزم واستقام وجاء إلى الحج ويحكي قصة هدايته. فهذول شباب الأمة فيهم خير. 9 من الشباب الآن دخلوا إلى دين الإسلام، فهؤلاء الآن يقرون بشهادة الله إله إلا الله. أشهد الله إله إلا الله. الله إله إلا الله. الله إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق. والجنة حق.